بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم عندنا. هذا مرشي كوفير نورمالمون، هذا هو لونسيان هنا في بيتنا. بيتنا بكري كان السوق تاع القش هذا هو، وكان فيها تقريبا فرد السوق كيما نقولوا حنا اللي نخدموا هنا بكري، نخدموا لا تراديسيون، نخدموا الحوايج تاع بلادنا هنايا. وكان السوق تاع الكون هذاك اللي نحاوه امريبوه دركا، وكان السوق تاع الخضره، هذه هي بيتنا بكري. درك كيما قلت انت جاتنا هذه الازمه هذه نتاع كورونا، هذه عندنا تقريبا 3 شهور لا فايته 3 شهور احنا غالقين. اليوم فتحنا على ربي يا خويا، هاك تشوف السوق ما كان لا تجاره لا والو. احنا صورت السوق نتاعنا هذا درك عنده سنين وهو غلبان. المركز التجاري المغطى هذا القديم ما عندوش تجاره اللي كيما نقولوا حنايا حركه حركيه يعني تاع الاخر، ماشي ماشي السوق راكد. اما دوك كي عاود عطاونا الفتح هذا ما كاينش يعني غاشي كبير يعني كيما نقولوا حنا، حتى يعني الامور تاع الوقايه كاينه الحمد لله رب العالمين، ما كانش حاجه اشكال. عنده مده كبيره يعني عنده مده طويله هو هك عنده ناقص زباين سما شويه تاع رجال هكا، معليش طالب بزاف ناقص تاع رجال سما البسه رجاليه معناها ما عندهاش طالب كثير. اما الالبسه النسائيه شويه عليها روغش. ما راك تشوفهم فرمي كل ان شاء الله يجيو يزيدوا ينظموه ينظفوه يعاودوا له الترميم تاعو. هو مبكري او حابس وزاد حبس في الكورونا هذه، ويبعثوا لك في الغرايم. تما درك وزاره التجاره تبعث لك غرامه تاع ريجيستر كوميرس تاعك مين تخلصها انت، فهمتني؟ يحبذوا لك فاتوره تاع تريسيتي، فاتوره تاع ما، فاتوره تاع غاز، ويزيد لك البروسي تاع الكمامه كيما هذه 100 مليون، منين تخلصها انت؟ السوق هذا راهو اقدم سوق، هذا هو الاسباب نتاعو راهي هامله. خلينا من الكورونا هذه، احنا الكورونا هذا راهو عنده قريب 6 سنين ولا 7 سنين والسوق هذا في الكورونا. اليوم السوق هذا راهو هامل، والهمله اللي هملت باقيين الدروج مفرميين، اللي راهو لتحت راهو لتحت مفرميين على بعضنا، ما كان لا اللي يدخل لا اللي يخرج. نطلبوا هنا من السلطه تجي عندنا هنا تنظم لنا هذا السوق هذا، كل واحد عنده حده، ما يتعداش حده وما يتعداش على جاره، واللي يخدم ربي يعينه. تشوف قدامك مشي حتى وتبغي تمشي الكاميرا سوق كامل مفرمي. في السنتر فيل يتفرما سوق كيما هذا. الاسباب نتاعو راهي متعينه، تجي السلطه تداخل كل واحد يدي حقه. بقات في الاسباب هذه نتاع الوقايه وهذا الامور هذه، هو كل واحد عنده كمامته، كل هذا هو عنده اموره والنبي يسلمنا. هذا هو الشيء اللي راح نقول لك انايا، وربي ان شاء الله يجيب الخير لينا وللبلاد ان شاء الله.